الحمد لله يعني مشكورين الجماهير المغربيه كافه في جميع الفرق، لا خاصه الوداد الرياضي على المجهودات اللي كيديروا ولا التحفيزات، مشكورين مره اخرى، ونتمنى ان شاء الله الحضور ديالهم يبقى دائم باش يعطينا واحد المسانده وكيفاش كيعطي واحد طعم خاص للمباريات. فمشكورين مره اخرى، ونتمنى حنا الحمد لله نكونوا في المستوى ديالهم باش دائما نكونوا ندخلوا عليهم فرحه ان شاء الله. والحمد لله يعني جماهير لي كبيره دائما ما كتطربنا ودائما ما كتزين المدرجات بلي تيفو وداكشي. فمشكورين على المجهودات اللي قلت لك، المجهودات اللي كيديروا كاملين، وحتى حنا دورنا كنبادلوا معاهم داك المجهودات اللي كيديروا باش نفرحهم ونكونوا في المستوى ديالهم ان شاء الله. كلشي في جيب بحال هذا العام، كنتمناو العمل والشهاده ان شاء الله هو اللي يعطينا شي حاجه ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.